السلام عليكم متابعينا الكرام. بعد خبر وفاة الشاف عمر الذي حزن له جميع المغاربة وفقده جميع المغاربة، سنستمع لتصريح والدته الذي كان جد مؤثرا وتدعو فيه جميع المغاربة بالدعاء لها بالصبر على فقدان فلدة كبدها. سأترككم مع هذا التصريح. ولدي واخا اكيد كنعرفوا على انه انتي كنتي السند والداعم الوحيد لابن ديالك، وقفتي معاه منذ الولاده حتى الوفاة. لا كنت انا وبابا، ما كنتش بوحدي. ما لقيت ما نقول لكم رحموا عليه، واللي عنده شي وليدي تهلا فيه، اللي عنده شي وليدي تهلا فيه، لان امانة عندنا تنوصلوا، انا كنطمن نطلب منه السماحة الا درت له شي حاجة. تهلاو في وليداتكم، راه هي أمانة عندكم، تهلاو في وليداتكم. بالعكس كنتي السند، الحمد لله الحمد لله، دائما في الموهبة ديالو. الحمد لله الحمد لله الحمد، كنقول لهم الحمد لله الحمد لله اللي لقاهم، هاد الناس اللي ترحموا عليه، نصاب لقى انا ناس بحال هكا يترحموا عليا. الحمد لله، الله يجازيكم بخير، داو ليا بالصبر باش نعيش مع وليدي. بلا وليدي ما عرفتش كي غندير، ما عرفتش كي غندير. قال لي ماما، قال لي ديري ليا بيزو، ديري ليا كلام. شي قال لي حيت موالفين تنتعانقو وكنتباوسو، وفي الليل قال لهم عيطوا لي على ماما راني كنموت. هادشي مي كيفاش داك الخبر؟ انا عرفتي التليفون فاش عيطوا لك لاكلينيك؟ لا ما عيطوش لي، انا مشيت، انا حسيت ومشيت. حسيتي ان الابن ديالك راه داكشي؟ علاش خاص العلاقه ديال الاباء تكون مزيانه؟ كنحسو بهم كنحسو بهم كنحسو بهم، هذا فضل من الله سبحانه. كنحمدك يا سيدي ربي اللي عطيتيني هذا العقل، حمدك يا سيدي ربي. شكرا ديال المغاربه اللي كيساندوك في هذا الازمه. لالا واكيد كلهم كانوا، احنا المغرب كله ضاع. كنشكرهم كنشكرهم كنشكر كل واحد، ويسمح لي اللي ما كنقدرش نجاوبو، وهما راه كيحس بيكم. الحمد لله الحمد لله.